And you should know Ibtisam recently helped form a women's council in Faradis, and for the first time they got their candidate elected mayor. He was a man, but he was with their support. Yunus. Ismi. Hamad. Hassan. Mar'i. سكان قرية لفرديس انتخبت لرئاسة مجلس بالألفين وثمانية قعدت مع ابتسام بعد ما ربحت رئاسة المجلس قلت لها الوعود اللي وعدتك بيهن أنا ملزم بيهن. السلام عليكم ابو كمال. وعليكم السلام. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. اهلا وسهلا، تفضلي. وفي عندنا احنا دورات بدات يوم الاحد، دوره العبراني، دوره العربي، دوره الانجليزي، ودوره الحاسوب. وبعد بنستنى على قسم الشؤون يفتحوا لنا المطبخ على اساس بعد في دورات. نعم. رسم على الكزاز والطبيخ والفن الكايك اللي احنا بنستنى طبعا المرحله الثانيه ان شاء الله انه نبدا بها. يوم الرابع بالتعليم. بالاسبوع كم يوم بالاسبوع بتعلم؟ خمسة ايام. ثلاث ايام؟ خمسة. خمسة ايام من الاحد للخميس. من اي ساعة لاي ساعة؟ نبدا من الساعة 3 للساعة 5، او في قسم معلومات بيبدا من 4 للستة، كل واحد حسب النساء، يعني في نساء بكون بدن بعد ساعة العصر، في نساء بكون بدن شوي لحد ما يجي اولادين وحد اولادين من الناحية التعليمية ويطلعوا الساعة 4، في نساء بكون لا انا اولادي كبروا ومعتمدين على نفسهم بدي ابدا لاني جوزي بروح من الشغل على 5، فاحنا رتبنا حالنا هو امكانيات المراه والساعات تطلع منها. كم بنت موجودات؟ حلو. قبل بكير احنا موجودين بالمركز الشيخوخه لانه كان بس غرفه واحده، ما كنا نقدر نعمل عده فعاليات، كنا نقدر ناخذ بس حلقه واحده. اليوم عندنا مدرسه فبامكاننا نستوعب نفس اليوم اكثر من معلم يتعلم. صار عندنا اكثر طلب انه النساء يتعلم، بس كل معلمه بتقدر تاخذ بس 15 امراه وتعلم نفس اليوم، بس احنا عندنا حوالي 200 امراه بيستنوا. Look at this book. We were working on it for a year. It's called 60 years 60 voices, Israeli and Palestinian women. I arranged for the 30 Israeli women, and my Palestinian counterpart brought the 30 Palestinian women. Look it, here's Ibtisam, just like that. Each woman's page has her picture, a bio. It has an interview, excerpts from her interview in Hebrew, Arabic, and English. For me, what's most important is we're using the women in this book as a core group of women that are starting to get together now, because they came together just in the book and they are very interested to get to meet each other and get to know each other. And so we're starting to plan some joint activities. I don't know if you saw also, Yudit is going to have a reunion for all the women of the book. And that's January 20th, I think it is. Now that hopefully you can put out in Arabic so that we'll be able to have the Arabic the Arab women also able to read the invitation in Arabic and see how many are interested to come, and we'll get permits for anyone that wants to come. وكان هدفي بهاي الدورة اني انشئ مجموعة نسائية اللي تقدر تساعدني بمهمتي ان قديش اقدر اجيب نساء على الدورات، قد اقدر اطلع المراه من البيت. كنت بجنين، كنا ساكنين بجنين احنا، ابوي تصاوب، اضطرينا نطلع هون. اضطرينا نطلع هون لاجل علاج ابوي. عفوا. اضطرينا نطلع هون عشان علاج ابوي، كان صعب علي يمشي عشان الطريق صعب علي يوصل من هون لجنين، اضطرينا نسكن هون بالفراديس. لما سكنت بالفراديس اول 3 أشهر خطبت، اتجوزت بالفراديس، وقعدت تقريبا سنة بالبيت لا بروح ولا باجي، فترة ما تعرفت على ابتسام وفتحت دوراتها
وصرت أتعلم بالدورات اللي فتحتها. استفدت من الدورة كل إشي منيح، استفدت منها إنه التقوية الشخصية، استفدت منها الاعتماد على نفسي، حب الناس، مخالطة الناس، حبي للعمل باجتهاد وبقوة، وما أخاف من أي شيء بيواجهني. أواجه كل شيء بيواجهني أمشي معه كيف هو. تعلمت عبراني، كنت أنا بعرفش ولا شيء بالعبراني، اليوم بعرف أقرأ، بعرف أكتب عبراني كتير مليح. بتعلم إسا إنجليزي، بتعلم حاسوب، وبنكمل بدورة القيادة إن شاء الله. لحد ما اجت ابتسام فتحت هذه الدورات غيرت كتير في الروتين عند النسوان. صارت المرأة اللي كانت ما تعرفش، يعني ما تقدرش تحكي مع البني آدم اللي بيصرخ عليها، تقدر توقف له، تقدر صارت قوية الشخصية، صارت تقدر تروح تيجي لحالها ما حدش يسألها، قدرت توقف في بيتها أزيد من ما كانت هي بس للطبخ والمسح، قدرت توقف ببيتها.